كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن وضعية عثمان ديمبيلي الجناح الفرنسي الشابي وإصاباته المتكررة لا تثير أي قلق داخل معسكر برشلونة. وكان ابن 20 ربيعا قد انتقل إلى صفوف فريق ملعب الكامب نو مطلع هذا الموسم قادما من بوروسيا دورتموند الألمانية مقابل 105 مليون يورو و40 مليون يورو أخرى كإضافات. وأتى التوقيع مع ابن 20 ربيعا في إطار تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسية بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي قدرت ب 222 مليون يورو. وأضافت الصحيفة أن الثنائي الفرنسي لوكاس ديني وصمويل أومتيتي يحاولان مساعدة اللاعب على التكيف مع ناديه الجديد، وأسردت أنه إذا كان هناك لاعب لا يشكك أبدا في قدرات ديمبيلي فهو ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني، فلديه إيمان كامل بقدرات وإمكانيات اللاعب الذي يجيد اللعب بكلتا قدميه. ويستعد البرسا لمباراتين هامتين جدا هذا الأسبوع، أولا بمقابلة إيبار ضمن منافسات لا ليغا، ثم تشيلسي الإنجليزية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.